أمير دندن اللي وصل للتصفيات النهائية في برنامج أراب آيدل في موسمه الأخير كان بيحلم بالوقوف على خشبة المسرح الكبير بالأوبرا ضمن مشاركته بمهرجان الموسيقى العربية للمرة الأولى، لكن لأسباب صحية مفاجأة اعتذر أمير لجمهوره عن تقديم الحفل اللي كان بيمثل اللقاء الأول بينه وبين الجمهور المصري ونظيره من الجاليات العربية. للتفاصيل كان معانا اللقاء التالي. بالرغم من قصر مدة أمير ببرنامج أراب آيدل إلا أنه بيشوف أنه أضاف له كتير. عمل لي قاعدة يعني جمهورية كبيرة، لخبط لي حياتي للأحسن، صار حياتي فيها يعني صار دم مشغول، سفر كتير. أمير لغى حفله الأخير بالأوبرا لأسباب صحية وبيشوف إن السبب ده مش هيأثر على وقوفه بمسرح الأوبرا في المستقبل واللي كان هيقف عليه للمرة الأولى. للأسف نفس اليوم مرضت أنا وصار عندي التهاب في البطن. ما أظنش إنه هالشي يعني راح يكون إنه ما يمنعني كمان مرة أوقف مرة ثانية، لأنه هاد أسباب صحية مش شيء ثاني. من بعدك لمين على مين لمين نجوم بيحلم أمير يعمل ديو معاهم. فنان وائل كفوري، فنان أنس عجرم، وفنان أحلام. فلسطين يا أمي ويا روحي، فلسطين بيكفيك جروحي، فلسطين لبدل ولادهم. أمير سعيد بالموقف السياسي اللي حصل في فلسطين مؤخرا. أنا جدا انبسطت وفرحت من كل قلبي إنه صار في اتفاقية بيناتنا بين حماس وفتح. العالم انبسطت، شفت هالناس مبسوطة، الأولاد مبسوطة. فلسطين كرمالك من قاتل والأحرار عطراب قوافل. كمان وصف شعبه الفلسطيني بأنه من أكثر الشعوب العربية تأثراً بالفن. الشعب الفلسطيني يعني في كتير مواهب، بحكي لك ليش، لأنه بتأثروا دائماً، لأنه إحنا محرومين من هالشي. ياكل الغال الصقي والعنكبوت استأجرك داير. سكر كلامك آخر عمل هيقدمه في الفترة اللي جاية. أغنية راح تنزل بعنوان سكر كلامك، اسمها سكر كلامك. صورت فيديو كليب في كاليفورنيا في هوليوود، وإن شاء الله راح تنزل كمان شي أسبوع أسبوعين راح تكون نازل أغنية بإذن الله.